السلام عليكم، حلقة جديدة من تواصل دوت كوم اليوم، وكما كل يوم لدينا المزيد والمزيد من الأخبار التي شغلت ساحة التواصل الاجتماعي. نتحدث عن فيسبوك، نتحدث كذلك عن اليوتيوب وتويتر. من زحمة الأخبار والوقائع التي ملأت العالم الافتراضي والواقعي، اخترنا لكم مجموعة من العناوين، أربعة من العناوين. نبدأ في حلقة هذا اليوم مع أولاها. أهالي قضاء الحسينية بعد أن حرموا الماء والكهرباء نزلوا للشوارع واعتصموا وقطعوا الطرقات. وفي عنواننا الثاني، برغبة ميليشياوية تنفذها الأجهزة الحكومية، أغلب مساجد الفلوجة مغلقة وخطباؤها ممنوعون عنها. والسوداني الذي حرقت الميليشيات لحيته وكسرت رجله حراً طليقاً بعد تدخل حكومة الخرطوم. والسلاح المنتشر بين الناس ما زال يحصد أرواح العراقيين بمناسبة وبدون مناسبة. أهالي قضاء الحسينية شمال بغداد طفح بهم الكي فتظاهروا ثم اعتصموا بعد التردي الحاد للخدمات. نتحدث عن انقطاع ماء وكهرباء، نشاهد جزءا من مظاهراتهم. طيب، هذا اعتصام، خيم للاعتصام، هذه جديدة في الحسينية. هناك أيضا قطع لطريق بغداد ديالة. أهالي قضاء الحسينية فاض بهم وملوا على رأي الست، لا خدمات عندهم. الآن ما الحل؟ الحل أنه المعتصمين يريدون حضور حيدر العبادي أو لجنة حكومية على أعلى مستوى لكشف ملفات الفساد. هم يقولون هناك ملفات فساد ضخمة في الحسينية، هناك عقود وهمية لمشاريع لم تنفذ على الأرض، لذلك يهتفون حرامية حرامية. يبدو الفساد في الحسينية وصل الركب يا جماعة. اللافت هو كلام محافظ بغداد عطوان العطواني. عطوفة العطواني ماذا يقول؟ إنه تظاهرات أهالي منطقة الحسينية بناءة، هكذا بالنص، بناءة. طيب جميل، جميل عطوفة المحافظ، يعني نفهم من هذا الكلام إنه هذه المظاهرات لن تتعامل الشرطة والدولة معها كما تعاملت مع مظاهرات النجف قبل شهر، تذكرون عندما خرجوا واحتجوا على انقطاع الكهرباء. التعامل سيختلف يعني بناء على كلمة بناءة، لأنه ما زال هناك جرحى من مظاهرات النجف، ما زال إلى الآن جرحى، الحكومة لا تلتفت إليهم. هذا أحدهم. أنا هذا فاضل تلابي، ذاك اليوم بالمظاهرات طلعت بسيارتي، شفت المظاهرات. ناس مظاهرات بحي الشرطة بالنجف، الناس مظاهرة على مود الكهرباء، طالعة رعت لقيتهم بسيارتي، ومن شفت الهوسة افتريت دياولت ورجعت. هي ترمي الشرطة على المظاهرات. طبعا أنا الدناشي من رئيس وزراء الأصغر مسؤول بالدولة، أريد أقول له أنت مو أحسن ولا أشرف من هاي الناس، زين لا تخلي ببالك انه انت احسن لو اشرف منها. هاي الناس تطلع تعبها الف مره، يصحون يا الله ويا محمد ويا علي يلا تجيبون خبزه الاطفال، وانتو فلوسكم حرام. تقولوا لي شلون حرام؟ اقول لكم انه اثبتكم شلون حرام، انه هسه بالوقت الحالي هذا كشعب عراقي هسه تحكموه انتو وين؟ للادنى مو للاعلى. اذا انت خدمتكم للشعب مو صحيحه، فانتم مو احسن من هذا الرجال. عراقيون طلبوا بحقوقهم في النجف في حي الشرطه، لانه يعني لا كهرباء، خرجوا احتجاجا على انقطاع الكهرباء، اتت القوات الشرطه اطلقت عليهم النار، ثم ماذا؟ اصابتهم وتركوهم كحال هذا الشاب المسكين.
أسأل الله السلامة طبعاً لأهالي قضاء الحسينية الآن، هم في مرحلة الاعتصام المفتوح لنرى القادم، يعني هل ستتحمل الحكومة؟ هل هناك إطلاق نار كالعادة كما حدث في النجف؟ لا أعلم، القضية مفتوحة ونحن نراقب يعني ما الذي سيحدث. المشكلة أين؟ المشكلة هي في الميليشيات، يعني بصراحة كما يقول الكثر والله أعلم أنه أهالي قضاء الحسينية لا يستطيعون التصعيد إلى حدود مرتفعة لأنه سيف الميليشيات مسلط. الميليشيات طبعاً ستتدخل في مرحلة لاحقة على مبدأ الثقيل يأتي متأخراً، يعني صاحب الوزن. أولاً يرسلون الشرطة يعني على الخفيف مبدئياً، من ثم إذا حدث انفلات في المشهد لم تستطع الشرطة السيطرة تتدخل الميليشيات، وبالتالي ما الذي سيحدث؟ جرائم جديدة، مسلسل جرائم جديدة. هذا مسلسل جرائم الميليشيات لا تنتهي حلقاته يا قوم، مسلسل المكسيكي. أحد هذه الحلقات مثلاً ما زالت مستمرة إلى الآن، ما حدث في الفلوجة. مآذن الشام تبكي إذ تعانقني وللمآذن كالأشجار أرواح. هذا حال مآذن الفلوجة، يعني في الحسينية حرموهم الماء والكهرباء، في الفلوجة حرموهم المساجد. هذه يعني هذه أفعال الشباب في الميليشيات، وهذا ليس تجني، يعني هذا واقع واضح، هذا الواقع لا يحتاج إلى كثير من الإثبات والدلائل. الشباب في الميليشيات يا جماعة بالمختصر فضحونا، والله فضحونا، يعني خلوا فضيحتنا بقلاقل. قضية عابرين للقارات، ليس فقط في العراق، وصلوا للسودان لإفريقيا. قضية المواطن السوداني موسى البشير هي هذه آخر الأمثلة، الذي اعتقلته الميليشيات في الحشد، ميليشيات الحشد، وعذبوه في الموصل، واتهمه طبعا داعشي. الرجل نشاهد ماذا قال. والله يا الاخوات طبعا زي ما كانوا في الاستديو والعالم يتبع عليا، واخر شيء هم ودونا المستشفى، والسفير ما شاء الله والجاليه ما قصروا معانا الحمد لله، وانا كويس الحمد لله. الحصل شنو كده احكي لنا. والله الحصل انه صارت يعني زي ما عارفين في الموصل، يعني صارت الحرب، والناس طبعا جاء مدعمه في تفتيش في الشقة ونزلونا ويتبع علينا، يعني زي ما شايفوا رجلي مكسور وضربوني، وآخر شيء مش ودوني المستشفى. أنا حظي كويس الحمد لله. ليه ضربوك يعني الناس دي؟ ليش مالهم معاك يعني؟ والله احنا طبعا احنا عندنا جوازات ومخيمين وبس كده. بس شنو قصة داعش قالوا يعني؟ لا احنا ناس مخيمين ما عندنا اي علاقة بداعش، احنا بس يتبع علينا وخير. ما في سبب يعني محدد؟ لا الحمد لله ما في سبب محدد يا موسى. الناس نعم. بس كده براهم يعني؟ لا احنا ما عندنا اي علاقه، يعني احنا كويسين، بنصير ناس مواطنين عاديين.
طبعا السفير السوداني في العراق والحكومة السودانية بذلت جهدا كبيرا للإفراج عن موسى البشير، عن مواطنها، بذلت جهدا لحمايته. كل الدعم والاحترام للحكومة السودانية، فعلا فعلا كل الدعم والاحترام للحكومة السودانية لأنها لم تترك مواطنها، لأنه شاهد صور التي تثبت يعني براءة بعض من براءة المواطن. مثلا هذه هذا الرجل موسى البشير، هذه الصورة تثبت أنه داخل العراق من 30 سنة، هذه صورته طبعا بعد الإفراج عنه مع السفير السوداني. هذا الرجل لديه إقامة نظامية من 2006 بالعراق، هذه صورة إقامته. هذا السفير السوداني في عم يدخن سعادة السفير، الله يعني بدأ سيجارة. ها من هذا؟ هذا معالي وزير الداخلية ومعه العميد سعد معن، يعني قاسم الأعرجي وسعد معن رايحين لعند المواطن السوداني إلى الموصل، تخيلوا. ويقال أنه منحه الجنسية العراقية لأنه الرجل صار له مقيم أكثر من 25 سنة في السودان. هذا العميد سعد معن يتبسم وينظر إلى معالي الوزير وزير الداخلية ولفيف من السادة الضباط. الأخ الضابط هون عم يصور بالموبايل، عم يصور يبدو معالي الوزير، يبدو راح نشوف مقطع فيديو ينتشر في الأيام القادمة على مبدأ الفيديو اللي انتشر لما أعطى طفل جنسية عراقية لأنه جده بعثي كان محروم منها. لفيف من السادة الضباط، معالي قاسم الأعرجي، يعني ذهب بنفسه معالي وزير الداخلية إلى عند موسى البشير. ما هذه الروعة؟ ما هذا التطور؟ ما هذه النعم التي نعيش نحن الآن فيها في العراق يا جماعة؟ وزير داخلية يذهب إلى عند مواطن عذب ويبدو يعتذر منه، وأخذ كل الجماعة في ضباط الداخلية يعني وعم بيعتذروا منه على هذا التصرف. تصرف طبعاً الرجل يعني من 30 سنة مقيم في العراق، مقيم بشكل نظامي. السؤال طيب تمام، يعني اعتذرت وكذا، لماذا عذبتموه بطريقة وحشية؟ لماذا كان التعذيب بطريقة وحشية؟ كانت التهمة جاهزة طبعا. التهمة ما هي؟ داعش. خلاص أسهل تهمة، داعش. لكن في ظل الأداء القوي للحكومة السودانية، أداءها كان قوي للحكومة السودانية، حماية مواطنها، السؤال الذي يعني ينغص، السؤال الذي يبعث على الحسرة، يبعث على القشعريرة، طيب الحكومة العراقية ألا تغارين من الحكومة السودانية؟ يعني قبل حوالي شهر شيخ عشيرة آل عيسى الذي قتل وحرقت جثته في إيران، ماذا أخباره؟ هل طالبتم بمحاسبة القتلة؟ أين جثته؟ يعني ماذا فعلتم لهذا المواطن؟ طيب بلى شيخ عشيرة آل عيسى، هذا خارج العراق، آلاف المواطنين العراقيين الذين يظهرون في مقاطع ويعذبون داخل العراق، هؤلاء كالأخ السوداني يعني كموسى البشير، هؤلاء شو جوهم؟ ما ترتيبهم؟ لا أحد يسأل عنهم. طبعاً التهمة نفس التهمة، هي التهمة دواعش، لكن ترفع القبعات فعلاً لحكومة الخرطوم، أداء قوي جداً وأحرجوهم للجماعة لدرجة أنه يعني وزير الداخلية يذهب لعند هذا المواطن السوداني. طبعاً أنا أتمنى السلام لهذا المواطن بعد هذه الزيارة، الله يستر. بصراحة نحن العراقيين ليست فقط الميليشيات يعني من تفعل بنا كما فعلت بموسى البشير، لا يعني نحن نقتل بعضنا كذلك، هي ناقصة بعد، يعني نحن نقتل بعضنا، سننقرض يا جماعة إذا بقينا على هذا الحال، سننقرض والله. المهم العراقيون يملكون سلاح يعني منتشر جدا بين الناس في العراق ويستخدموه على مزاجهم، يعني بمناسبة وبدون مناسبة، بطعمه وبدون طعمه. ما النتائج؟ النتائج هكذا نشاهد. Yeah.
هؤلاء أهل عريس من الفلوجة. ماذا به هذا العريس؟ قتل نتيجة إطلاق نار عشوائي. متى؟ في ليلة الحنة. في ليلة حنته قتل برصاص عشوائي، إطلاق نار، رصاصة أتت به وقتلته رحمه الله. تخيلوا. وهؤلاء أهلهم، أهله يعني يشيعوه. بصراحة عندما يبدأ إطلاق النار في العراق، إطلاق النار العشوائية في الأفراح والأتراح، تشعر أنك في الحرب العالمية الرابعة، كون الحرب العالمية الثالثة طبعا يعني نحن نعيشها الآن. مبدئيا أحب أيها العراقيون أن أبشركم البشارة التالية. يسألون عن أصلي، سأحدد الجواب والأمر بشكل قاطع. في الويكيبيديا العربية عندما تقرؤون ربما تجدون بأن أصله يعود إلى يهود سوريا، هذا ربما صحيح ولكن ليس صحيحا بالكامل. جدي وجدتي من ناحية أمي رحمهم الله ولدوا في العراق في مدينة البصرة، لقد كانوا متمكنين اقتصاديا في المدينة كما نقول، حيث كانوا يملكون مصنع زيت. لقد حدثوني يعني وفي الطفولة عن حياتي السعيدة هناك، تحدثوا عن العراق بشوق. بغير من ذلك كانوا يتذكرون جيدا الأيام الصعبة اللي مرت على اليهود بشكل عام في العراق منذ العام 1967. بالطبع أيضا حلمهم كان عندما كانوا من منذ طفولاتهم أن يأتوا إلى أرض إسرائيل، إلى دولة إسرائيل، وبفضل الله استطاعوا تحقيق هذا الحلم. بغض النظر عن هذا يعني أصلي، تحدثنا عن أصلي، أعتقد أن موضوع العراق أرى تعليقات كثير إيجابية من العراق وهي تشجعني كثيرا. عراق ككل التعليقات منها جميلة على الأغلب، وهذا إشي يعني أنا متفائل كثير عندما أقرأ هذه التعليقات وهذه الكلمات الجيدة والطيبة. يا أهلا وسهلا. طيب، هذه الأجواء الوردية التي يحاول البعض إشاعتها وتنسيق واضح طبعا بين جيوش إلكترونية صهيونية وجيوش إلكترونية حكومية، ترويج التطبيع يعني نفسه واضح هذه الأيام. الأمر ليس جديد، تذكرون قضية وثائق وكيليكس والتناسق اللي هناك تحدثت الوثائق حينها عن تسليم المالكي لقوائم طيارين عراقي للموساد من أجل أن يصفيهم الموساد، وفعلا صفاهم. حجي أبو إسراء له في كل عرس قرص حالف. كذلك هناك يعني بدأت تنتشر صور لمنتسبين لمكافحة الإرهاب أو وزارة الداخلية تمدح إسرائيل، صفحات تروج لهذا الأمر، صفحات صهيونية وصفحات عراقية. يا أخي وصل الأمر إلى نشر هذه الصور من أوفير جندلمان وهو المتحدث باسم رئيس وزراء للإعلام العربي، رئيس وزراء صهيوني. العجيب في الموضوع أنه المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على حد علمي يعني وعلم الجميع لا زال مفعولها ساري. هذه المادة 201 تأمر أو تنص على الإعدام لكل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية. طيب الجماعة اللي عم بيطبعوها مو خايفين؟ إذن مدعومين، والله أعلم. ثم هذه الوجوه أليست نفسها التي تحتفل كل سنة كل عام في آخر جمعة من رمضان بيوم القدس الذي أطلقه خميني؟ شو تحررون أم تتصالحون؟ يعني حددوا موقفكم أرجوكم. لكن العراقيين يبقون عراقيين. هذه يعني كل هذه الأجواء، كل هذا التنسيق والترتيب، وأدرعي يقول لك أصل عراقي وتأتي تعليقات مشجعة من العراقيين. العراقيين الحقيقيين نشاهد، سوف نستعرض عينة من آرائهم كيف علقوا على الفيسبوك وتويتر على هذه القضية. هذا مواطن عراقي يقول لك أنا طبيب عراقي متضامن على المسجد الأقصى ضد الكيان الصهيوني الإرهابي وضد صفحاته الإعلامية الخبيثة. هكذا يقول بكل يعني بكل وضوح بكل صراحة. أيضا تعليق آخر على هذه القضية، أبي خايا درعي يقول لك أصلي عراقي. يا أهلا. يا هذا تعليق آخر يقول لك ولأني أؤمن بالعروبة وأرفض أي كيان أن يأخذ أي شيء من الوطن العربي فإن أنا مع فلسطين. عبد القهار العاني
وقلبي العراقي دقاته فلسطينية. بكل وضوح بلسان عربي فصيح، سجل أنا عراقي، سجل أنا عربي. هذا هؤلاء هم العراقيون. ليس جماعة تعليق آخر أصدقاء أفخاي أدرعي. حسين يقول لك إسرائيل كيان قائم على أساس عنصري ونظام مجرم يسعى لطرد شعب بأكمله من أرضه. جميل، والله الواحد يشعر بالفرح بقراءة هذه التعليقات. تعليق آخر من العراقيين، دكتور علاء ضد إسرائيل، يقول لك في يستعرض طبعاً 1948 الجيش العراقي والجيش الذي لم يوقع الهدنة مع الكيان الصهيوني، في 67 مقاتلات عراقية تحلق في سماء تل أبيب، في 73 الجيش العراقي يصد الهجوم الصهيوني وينقذ دمشق من السقوط، والله صحيح، في 91 الجيش العراقي يضرب العمق الصهيوني 39 صاروخ. هذا هو تاريخ الجيش العراقي، من 48 لل 67 لل 73 لل 91. بالمناسبة قضية 73 يجب أن نسلط عليها الضوء، الجيش العراقي دوره في حرب 73 هو الذي أنقذ حافظ أسد من السقوط، الجيش العراقي. تعليق آخر على هذه القضية يقول، هذا حظ طبعا يعني جو السفر وجمهورية العراق، يقول إسرائيل كيان دموي ظالم مجرم يقتل الأبرياء كل يوم وينتهك الأعراض، كيان لا يريد خيرا لبلادنا. يعني كلام واضح جدا من العراق وهو ضد إسرائيل. تعليق قوي، تعليق يا ليت مستر أفخي أذرع يعني يقرأ هذه التعليقات معنا نسمع رأيه، يقول لك تعليقات إيجابية. تعليق أيضا على هذه القضية يقول لا يمكن للقاتل أن يكون ملاكا، أنا عراقي أنا ضد إسرائيل. لأنه أفخي أذرع يعني مؤخرا كل فيديوهاته ملائكية يا قوم، حنون لقوا مثلا يهنئنا بالأعياد، يعني مثلا في عيد الفطر يهنئنا، في عيد الأضحى يهنئنا، في كل المناسبات الدينية أفخاي أدرعي يعني يطلع ويشارك ويعني وينقط في الفرح. تعليق جديد، زهير شمر يقول لك إلى قتلة الأطفال، إلى من اغتصبوا بلادنا، ليس بشرا من يبدي تضامنه معكم، إسرائيل أكلت لحوم بشر. هو الآن للأمانة يعني حفلة تضامن قوية مع الإسرائيليين مع الصهاينة في ظل ما يحدث من مشكلة عويصة للصهاينة في الأقصى وإجراءاتهم التعسفية، إجراءاتهم الاحتلالية، محاولة فرض الوصاية على المسجد الأقصى. المقدسيون قاوموا وانتصروا، ويعني نسأل الله أن يتثبت هذا النصر. العرب للأسف دعكم من الأنظمة، أنظمة نحن يعني غسلنا أيدينا منهم من زمان، يعني مواطنون في بعض الدول العربية يقولون كلام غريب عجيب. لأول مرة نسمع هذه النبرة، لأول مرة وبات هذه الظاهرة، يعني المتصهينون العرب تيار يبدو منتشر من ضمنه جماعتنا في بالمنطقة الخضراء، وهذا الترويج يعني المدعوم حكوميا طبعا واضح. فأمر غريب، ما الذي يحدث في هذه الأرض؟ ما الفيروس الذي لوث الهواء؟ لا أعلم ما هو. هناك تعليق أخير على هذه القضية أيضا، يقول من العراق أنا ضد إسرائيل، ليس حبا بفلسطين وكره بإسرائيل، ليس تمييزا بين المسلمين واليهود، لكن يعني لأنها محتلة ومجرمة تتحكم وتأمر وتنهى وتنهى وتسجن وتعاقب شعبا مسالما وفي أراضي ليست لها. طبعا يعني كل التعليقات هي في هذا الإطار، هذه غيط من فيض التعليقات العراقيين. لا يمكن أن يقبل العراقيون هذا الأمر الذي يروج له، والله أعلم يعني حكوميا يعني ناس طبعا يعني، أو يروج له من قبل أفخاي أدرعي، في تناغم في غزل مشترك، يعني تكاد القلوب هكذا تتساقط من وجنات أفخاي أدرعي وهو يتحدث عن العراق. اكتشف أن أصول أجداده من البصرة، والنعم من البصرة طبعا، بس هذا الجو جديد وواضح التنسيق، واضح التناغم، ليس في العراق فقط، في كل المنطقة. فاصل.
حياكم الله مجددا. العريس الفلوجي الذي قتل ليلة حنته رحمه الله بالرصاص العشوائي ليس غريبا، السلاح منتشر بين العراقيين، لكن ما هي الشعوب الأكثر انتشارا للسلاح بينها؟ للعراق طبعا نصيب من هذه الشعوب. نشاهد. العراق في المركز رقم 7، ثلث العراقيين يمتلكون السلاح، عافانا الله في أمان الله.